اول اخد منك تقييم بعد العوده من انا كنت معاك قبل ما نبتدي اول مباراه، اول كنا بعد مباراه ما رحنا لعبنا ثلاث المنتخب ماتشات. وقلنا لعبنا ثلاث قلنا ماتشات. يا رب احنا ايه بس نبتدي كده ان شاء الله عندنا ماتشات الحمد لله صعبه، على تسع مستوى النتائج ماتشات الناس راضيه، اكيد اكيد ولعبت ثلاث ماتشات في فتره قليله اكيد بعد فتره توقف، مش يعني مش بسيطه. مش بسيطه، وقدرت انك تحقق 9 نقاط. اكتر حاجه عجبتك في شغل الاهلي وشغل مارسيل كولر، اكيد طبعا. واللي انت حاسس انه محتاج شغل في الفتره اللي جايه. بص، سياسه التدوير طبعا اللي بيشتغل عليها طبعا، بس هو عنده مجموعه من اللعيبه ما بيستغناش عنها يعني بس هتبدا الفتره الجايه هتتعب. تستغنى في ماتش الداخليه. انا بتكلم على امام مثلا، من 3 ماتشات بيبتدي بيهم شويه بشويه. مثلا محمد عبد المنعم الماتش اللي فات بدا يريح، من الماتشات القليله جدا اللي محمد عبد المنعم ما لعبهاش. يريح فيها. رامي ريح مباراه، نص الملعب كان مروان بيريح مباراه، في يعني عنده دلوقتي بيعرف. هو بصراحه بيعجبني في الحته دي وبيشتغل عليها كويس قوي، وبيبقى عارف انت من وجهه نظرك وانت بتتفرج، مثلا شايف مثلا واحد في الملعب كويس قوي ما ينفعش يخرج، هو مش بيفكر في الملعب بس في الفتره دي بيفكر في بس، اللي جاي. لا لا لا، هو عنده سياسه من قبل المباراه، عارف ان ده هيلعب كذا عشان الماتش الجاي هيلعب كذا عشان البديل كذا، هو حاطط قدامه خريطه بيشتغل بيها كويس جدا، بيعرف يشتغل الحته دي كويس قوي مع الوقت، عشان كل لعيب ياخد من كل لعيب فوقان في اكتر وقت من المباراه او في كل مباراه، فهو بيعرف يشتغل دي كويس قوي. في لعيبه اكيد بيحصل اجهاد، في لعيبه طبعا ماتشات بالذات لعيبه المنتخب اللي بتلعب جايين من المنتخب، لعيبه الماتشات كلها، لعيبه اللي بعيد عن الماتشات برضو محتاجين وقت شويه. لو اتكلمنا على الحته دي هتلاقي في طبعا في فوارق كتير بتحصل، لكن المجمل لا، ادينا الماتشات كويس جدا، اللعيبه ادت مباراه على اعلى مستوى، ادينا الحاجه اللي هي المهمه. استعدنا كام في المية من فورمة الأهلي قبل التوقف؟ 60%، لسه قدامنا كتير جدا، بس مش هنقدر نوصل للفورمه دي في ظل المباراه ضغط المطروحه. المباريات لا صعب، صعب جدا. احنا بنقول ايه يا رب، بس ايه احنا عينينا دلوقتي، عينينا على 3 بونت، احنا عايزين نوصل نبقى ايه، نخلص ماتشاتنا نبقى عندنا انا حاسبها عندنا 60 بونت ايوه، وبيراميدز يبقى عنده 59 بونت، لازم ويبقى لينا نكسب. ماتشين مع لا بعض، لازم نكسب ماتشات كلها. ايوه، فدي برضو انا شايفها صعبه جدا، دي صعبه مش جدا. متوقع المقاولين يعملها النهارده مثلا. هو بص، وارد الكوره، وارد للمقاولين، وبمناسبه المقاولين في موقف وحش جدا.